مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ قناتي متنوعة، انشر بيها نصائح، ترتيب، فلوقات، كل شي يعجبكم. اتمنى تشتركون بقناتي وتضغطون اللايك والاشتراك حتى عائلتنا تكبر واستمر بالقناة. يلا تعالوا تضغطوا قناتي، ان شاء الله تعجبكم. بنات اني رتبتهم بهاي الطريقة مثل ما جاي تشوفون، وبعدني مستمرة خان أرتبهم كلهم نفس الطريقة وأجعلكم. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم موضوعنا عن البشرة وعن الفونديشن الدائمي، هل هو الحل الوحيد للتخلص من عيوب البشرة؟ خلونا نشوف بالفيديو. طبعا بنات، هذا الفيديو تعاون مع بنوتة، قناتها كلش حلوة، قناة توتة، رابط قناتها بالوصف وبأول تعليق. أتمنى أنه تزوروها وتقولوا لها من طرفي. طبعا هذا الفيديو اللي تشوفونه هسه، هذا الفيديو ناشرته حاكيه بيه عن العناية اليومية والأسبوعية بالبشرة وبالشعر وبكل شيء، يعني بين قوسين العناية الشخصية. أتمنى بعد ما تكملون هذا الفيديو تشتركون بقناة توتة وتشاهدون الفيديو. أما اليوم راح نبدي بموضوعنا. طبعا حبايب قلبي، البشرة أهم شي تكون صحية، مو ألا تكون بيضة كالقطن. بس أنا راح أجيب لكم هنا كم أشياء طبية مفيدة أنا يعني مجربتها شخصيا، كلش مفيدة للبشرة وتسوي البشرة صافية مثل القمر أو بيبي فيس، يعني بشرتك تكون رقيقة مثل بشرة الأطفال. خلونا نشوف شنو الأشياء اللي راح نستخدمها. طبعا هي كلها متوفرة بكل الصيدليات. أتمنى أنه ما تتجهون للأشياء الغير صحية مثل بعض الخلطات المجهولة المصدر وبعض يعني مواد التجميل. فأول ما أبدي هنا عصارة أليكا، طبعا أنا راح أقربكم إلها، أقربها لكم. هاي سعرها 5000. تدرون شنو تسوي؟ تسوي الوجه كيك. انا اقولكم شلون، هاي اكو كريم واكو لا مثل الدهن دهنية. فاللي عندهم يعني مثلا بشرة دهنية يستخدمون الكريم، والبشرتهم جافة عادي لا يستخدمون الدهنية. طبعا تصفي الحبوب كلها بالوجه، واي عيب تصفي من اول استخدام. يعني دائما مثلا اذا تطلع هاي الحباية المفاجئة مال المناسبات خلولها من هاي، ثاني يوم تلقوها ماكو، يعني تقعدون الصبح تلقوها ماكو. وكلش يعني تطي بياض حلو للوجه، تصفي ما بي اي عيب يصير واي تصبغات. طبعا من اول اسبوع راح تشوفون النتيجة، راح تقولون شلون كنا عايشين بدونها. طبعا عندي بقية العصارات، منها عصارة ديفرين وبيباثين. طبعا يا بنات يعني السمار معيب، بالعكس السمار من رمز الجمال، وهم شي تكون بشرة صحية ومتوحدة. يعني ما عليش باللي يقولك سمرانة، قولي لي ايها من علامات الجمال، يعني لا نخلي انه السمار يصير ضعف انه عادي. يعني هي هاي بشرتك، المهم صحية، لا تخربيها بأشياء تجميلية ما تعرفين شنو مضرتها لبشرتك. طبعا هو السمار قلتلكم من علامات الجمال، يعني أنا مرات أشوف بنات سمر أقول شقد حلوة بشرتها، كلش صافية. وهذا الشي مو عنصري، ولا هاي بيضة وهاي سمرة، لأنه أهم شي تكون البشرة صحية. وخليك واثقة من نفسك، خليك واثقة من نفسك انه هاي بشرتك وحبيها وحبي نفسك، وما عليك باي شيء سلبي يجيك من اي طرف ممكن. يعني هذا كلام موجه للبنات، مثلا بنات المراهقات او البنات المدرسة او شيء يصير بيناتهم دائما هذا التمييز، فلا تخلين هذا يأثر عليك، بالعكس خلي ثقتك كلش عالية بنفسك. شي انتي معتنية ببشرتك ومنظفتها كلش زين وما ضرتها باشياء كيميائية، ولا يغرج مثلا البنات اللي يخلون مكياج. هو المكياج ابد مو عيب، وهو المكياج فن، يعني حلو انه واحد يتعلمه. بس اقول لك اياها، مو دائما مكياج، لانه المكياج حيل يتعب البشرة. ويعني صح انه تشوفين نفسك احلى او تزيد ثقتك بعد اكثر بنفسك، بس كل شي تعب البشرة، خلينا نسويها طبيعيا احلى. طبعا اذا شايفين الاطفال ابد ما عندهم مشاكل بالبشرة،
هذا يدل على صحتهم وصحة جسدهم. طبعا هنا عندي عصارة ديفرين، هاي كلش مفيدة للوجه بس ما تناسب البشرة الحساسة، تستخدم مرة واحدة بالاسبوع لان نتائجها كلش قوية، واكيد يعني بعد ما تستخدمينها تستخدمين اي مرطب للوجه. هذا المرطب طبعا اسفة من بين اسمه بيباثين، كلش مفيد لكل البشرات ويناسبها. وطبعا عندي هذا القناع الاسود او الماسك الاسود، همينه كلش مناسب، يشيل الدهون والاشياء الزايدة مثل الرؤوس السوداء او هاي طبعا. وجهاز الفوريو ما يحتاج اشرح عنه لانه غني عن التعريف، باي غسول مناسب لبشرتك او حتى الصابونة العادية صابونة طبية همينه كلش. طبعا بنات اهم شيء الترطيب للبشرة، لانه الترطيب راح يخليها طرية طول الوقت وكلها يعني صحة ولمعان. وما اعرف شلون اقول لكم، عندي هذا المرطب هو بودي لوشن يعني ما جسم، بس جربته للوجه كلش زين ويعني يعطيها بريق. طبعا بنات الجليسرين راح اسوي لك بخاخ مال جليسرين، يخلي بشرتك يعني دائما مرات البشرة تتعب او تحسين وجهك ما بي شلون اقول لك ما بي جاذبية او ما بي لمعان، فتحضرين علبة بخاخ. هاي عندي مال معطر غسلتها كلش زين، فخلي هالكمية المناسبة من المي ومي الورد، بعدين اخلي عليها كمية من الجليسرين. الجليسرين غني عن التعريف، موجود بكل صيدلية سعره 1000 دينار او عند محلات الـ يعني الكوزمتيك، فتلقين شنو، لا الجليسرين من فوائده يسحب كل رطوبه بالجو ويخليها لبشرتك، يعني بشرتك ابد ما راح تعاني مع بعد من اي مشكله بعد استخدامه. وهذا البخاخ صراحه ما استغني عنه نهائيا، وخاصه احنا اجانا صيف. اقول لكم شنو يصير، ممكن يصير تخلونه ورا الميك اب، همينه يعني دائما طبقات الميك اب تخلي البشره ما تتنفس، فالجليسرين راح يرطبها بشكل مناسب وايضا يثبت المكياج. وطبعا بنات راح احكي لكم عن الفونديشن بعد ما خلصنا هاي الاشكال يعني. ها طبعا هنا عندي الماسكات، طبعا الماسكات هاي الماسكات الجاهزه، قلت لكم انا بالفيديو السابق انه ممكن تستخدمين حليب او قهوة او اي شيء سائل وتخلينه ويا ملعقة صغيرة جليسرين، كلش كافي قناع مناسب للوجه. او عندي يعني مثلا هن الماسكات تقدرون تشتروها، يعني هسه هذا سعره 750، يعني سعره كلش مناسب. وهو الماسك تستخدمينه 20 دقيقة للوجه، بعدين تخلين ها الجهة الثانية، اذا تلاحظون ها الجهة كلها كريم مرطب، بعد الماسك تستخدميه همينه كلش يرطب البشرة. هاي الاشياء اللي حكيت عنها كلها راح تخلي بشرتك متوحدة ما بيها اي مشاكل. طبعا حب الشباب قلت لكم تقدرون تستخدمون هذين العصارتين اليكا انتو حسب بشرتكم. طبعا بنات ما احكي لكم شنو عن تجربتي اني، يعني نهائيا ماكو اي حبايه بوتي او اي يعني بشره متوحده، ف يعني كلش هاي النصائح مجربه من عندي شخصيا. وهسه راح احكي لكم عن الفونديشن الدائمي اللي يستخدموه المراكز بالحقن، اغلب البنات تتجه اليه بدلا من النتائج الصحيه. بنات هذا الشيء كلش كارثة، تعرفون شنو الكارثة؟ يعني شلون هسه احنا ازمة كورونا هيك راح تسوين بوتش، لانه الفونديشن يضر البشرة انتي من تخلينه بالمكياج. شلون تتخيلين 6 شهور راح يبقى بجلدك تحت جلدك، يعني هذا الشيء كلش كارثة ومضر بالبشرة بصورة يعني كارثية. طبعا الإضاءة كلش يعني ضعيفة ما يبين، بس باع الفرق بين الإيد هاي اللي رشيت عليها جليسرين والإيد الثانية. من أول رشة راح تلاحظين شلون يفتح يعني يفتح لون وجهك، ف
بنات اللي تتجهون لهذا الجانب، وما شاء الله هسه يعني مراكز التجميل ترى ابد مو همهم الصحة، يعني همهم انه اللي اقدر احكيها الفلوس يعني. فممكن دا يسوون ايلاينر دائم، رموش دائمية، فونديشن جاي جديد دائم وحمرة دائمية. زين انت من 6 شهور مخلية الفونديشن او مخلية الايلاينر ببوتش، شنو راح يصير ببوتش؟ اسم الله اسم الله من مواد سرطانية، وممكن تأثر عليك وعلى بشرتك، وبعدها يعني جسمك راح يتعود على هذا الشيء. ورا 6 شهور اذا ما صارت لك اعراض جانبية مثلا بقع ببوتش او يختفي الفونديشن من مناطق ويظهر بمناطق ثانية، راح يشوه وجهك بشكل خيالي. وطبعا الايلاينر، شغلة الايلاينر همينه، انت اذا ما ضبط الايلاينر يعني ممكن عادي يعني لا تضبطي، بس لا تضرين نفسك، وخاصة منطقة العين منطقة كلش حساسة. شون يعني تسويها بالليزر مثل التاتو هو يعتبر، بس تخيلي بعد مرور هال6 شهور راح يتكتل او اصلا راح ينمحي جزء ويبقى جزء، يعني اكيد راح تشوه وراح ترجعي لهم مرة ثانية ومرة ثالثة، وراح تدمنين على هذا الشيء المضر بصحتك. ويعني اكيد احنا نتجه للاشياء الطبيعية او الصحية اكثر احسن من هالاشياء. وشغلة ثانية، الرموش الدائمية اللي يزرعونها مراكز التجميل، طبعا انا مو ضد مراكز التجميل، بس يعني هاي الاشياء كلش مضره بالبنات، ولا تغركم مثلا البنات الفانشستات او المشهورات، يعني ترى يعني هي كلها ميك اب وعمليات تجميل وغيرها، يعني صح اكو بنات طبيعيه، بس مو الا احنا نقللهم. خليك انت حابه بشرتك مهما تكون، وخليك انت طبيعيه وحصلي عليها بطرق طبيعيه وصحيه اكثر من عندهن. اذا اتبعتي اشياء صحيه راح تحصلين على بشره مشرقه، بشره جذابه، بشره طفوليه ناعمه وحريريه، احسن من ما تضريها باشياء ما تقدرين تتخلصين من عندها بعد، لانه شيء راح يجر شيء وراح تاذين نفسك بهاي الطرق. طبعا رب العالمين خلقنا انه البشرة متجددة، يعني البشرة قابلة للتجديد، وخلاياها الميتة نقدر نستخدم مقشرات ونزيلها، واكيد هذا الشيء يعني طبيعي او بفطرة كل انثى انه تحب تشوف بشرتها حلوة وبشرتها صافية وجذابة. احبي نفسك وحبي وزيدي من ثقتك بنفسك، هذا الشيء كلش كافي على مود تحققين الهدف اللي انتي تردين توصلين له. طبعا اول مرة احكي فيديو هالقد يعني، فغلسوا غلسوا نهائيا على اي سحقة اللي تجيبون سيرتها، فما ادرون وصلت مع الاسف. احسن شيء انهي. حبايب اذكركم رابط قناة توتا بالوصف وباول تعليق، اتمنى ان تزوروها وتقولوها من طرفي، وان شاء الله نقدر نساعد بين بعضنا ونتكبر قنواتنا كلنا، لانه كنا نستحق هذا الشيء. واتمنى انه يشجعون، واحد يشجع الاخ يعني على مود نكبر، لان ما تتخيلون ام القناة شقد تتعب على مود تسوي الفيديو، على مود يعني شلون تخليه باحلى صورة. أتمنى أنه تشجعونها وتشجعون كل بنية محتاجة هذا الدعم. وخلص فيديونا، أتمنى أنه استفاديتوا من النصائح ومن الأشياء، وراح أترك لكم أسماء العصارات اللي حاب يستخدمها همينة بأول تعليق ورابط توتة. ومع ألف سلامة، أشوفكم بألف خير في فيديو ثاني.